اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عيب الاطفال. بصي بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله، ديزني فروزن كاسل، هنعمله كله بالرمله السحريه الفظيعه اللي معانا. الله، شكلها لعبه حلوه جدا جدا جدا. معانا انا والسا وولف، ومعانا 4 شخصيات قوه، هنحطهم بقى ونزين القصر ده كله لونه ازرق الفظيع ده بالاشكال الفظيعه قوي دي. واو، بص رسم الاطفال في سن 3 سنين. وفي هنا بقى الاحجار، في 24 جولري يعني مجوهرات، 24 واحده، و450 جرام رمله، و3 ساند مولدز يعني اشكال للرمله ممكن احنا نشكلهم بيها، و4 شخصيات. الله، بصوا هنفتح بقى كده طلع المحتويات بتاعتها. بصوا ده جزء من القلعة، بصوا شكله حلو ازاي. واو، ده شايفين زي الصورة بقى، هنعملها زيها بالظبط ونطلع بقى بقية الأجزاء. بصوا بقى الرملة الفظيعة قوي دي، الله. وهنا بقى في جولريز اللي بقولكم عليها، 24 واحدة، فأشكال بقى جامدة قوي قوي قوي. في بقى شكل الوردة والقلب، الله، بصوا شكلهم كلهم حلو ازاي. ونطلع بقى، بصوا دي بقيت لسه المكعبات اللي احنا هنستخدمها بقى عشان نبني القلعه اللي موجوده ورا القصر الكبير قوي بتاع ألسا. بصوا هنا بقى انا وألسا، وهنا اولف، اولف اللي هو السنومان، وهنا الراجل اللي بيحب انا، ومعاهم الايه الدير، وهنا الجزء بتاع القلعه اللي فوق. الله، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. اوكي، تعالوا بقى نفتح الرملة. واو، بصوا بقى دي رملة متحركة لونها ازرق، شكلها حلو جدا جدا عشان شبه لون ملكة التلج. الله، ده احنا اكيد بقى لما نعملها هنعمل قصر جامد وتحفه تحفه تحفه. انا عامه مبسوطه قوي باللعبه دي ومتحمسه جدا ان انا اعملها لكم. بليز قوليلي في الكومنتات ايه رايكم فيها، تابعونا على قناه لعب الاطفال عشان نعمل القصر الفظيع قوي ده. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات لعب الاطفال. هتوحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.